مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين وبألف صحة وسلامة. بدون مقدمات كتير، النهاردة جايب لكم فيديو مهم جدا جدا، ويا ريت بس كل الناس تركز معايا. هو الفيديو مش معقد، سهل جدا، بس اتمنى من كل الناس تركز معايا. النهاردة جايب لكم حل لمشكلة تجميد الساعات، وفي من بعض اصحاب القنوات بيشتكوا من حتة تجميد الساعات، وان هو بيجيلهم مشاهدات كتير على القناة بتاعتهم وللأسف مش بتتحسب، أو المشاهدات والساعات متجمدة يعني مش بتزيد. طب ايه حل المشكلة دي؟ النهاردة جايب لكم الحل ان شاء الله، حل بسيط جدا جدا. اتمنى بس من كل الناس اللي تدعمني بلايك، واللي مش مشترك في القناة ينزل يشترك دلوقتي ويفعل زرار الجرس، عشان ان شاء الله يعني في سلسلة فيديوهات حلوة جدا جدا الفترة اللي جاية. ويلا بينا نبتدي الشرح. طبعا انا النهاردة جايب لكم الشرح من عن طريق الموبايل مش من الكمبيوتر، لان معظم اليوتيوبر دلوقتي اللي لسه مبتدئين وعندهم قنوات صغيره كده بيتعاملوا ويصوروا ويمنتجوا من على الموبايل. فانا جايب لكم حل مشكله تجميد الساعات من على الموبايل. اول حاجه هنخش على متصفح جوجل كروم، ونخش على اليوتيوب كده زي ما ظاهر قدامنا. بس انا مش هعرف اتعامل واحل المشكله بالمنظر ده، لازم احول المتصفح بتاعي كاني فاتح من كمبيوتر بالظبط. اعمل ايه؟ هاجي ادوس على الثلاث نقط اللي فوق واضغط هنا على كلمه ديسكتوب سايت، تمام، هتظهر لي بالشكل ده. هدخل على القناه بتاعتي كده، هدوس على قناتك، هتظهر لي القناه بتاعتي بالشكل ده. هبتدي ان انا ادخل على كلمة تخصيص القناة. هنا بيقول لي عايز تخش على مصفح او برنامج استوديو اليوتيوب ولا تكمل، فانا قلت له continue to جوجل كروم. هزوم كده وادوس على علامة الدولار دي، تمام. هنا جايب لك عدد الساعات والمشتركين اللي على القناة بتاعتك دلوقتي. طيب انا يعني انا شايف ان العدد بتاع الساعات ده بقاله فترة زي ما هو، رغم ان انا في مشاهدات كتير جدا جدا جات لي على فيديوهات على القناة، ومع ذلك الساعات ما بتزيدش. اعمل ايه؟ هاجي هنا هبص تحت خالص كده يا جماعة، هلاقي في علامة ترس كده وتحت علامة مربع كده في حرف الاي. هدوس على المربع اللي تحت خالص ده واقوم دايس هنا، تمام. اجي هنا اكتب رسالة لليوتيوب عشان يحل لي المشكلة دي او يراجع لي المشاهدات بتاعتي. هعمل ايه؟ هكتب نصا كده، مرحبا فريق عمل اليوتيوب، ارجو مراجعة القناة لأنه تم تجميد المشاهدات على القناة ولا يرتفع عدد المشاهدات بالرغم إن الكثير من الأشخاص يشاهدون الفيديوهات، وشكرا جزيلا فريق عمل اليوتيوب. تمام، دي الرسالة يا جماعة اللي انا هبعتها لليوتيوب عشان يراجعوا القناة بتاعتي ويراجعوا المشاهدات بتاعتي. بس ارجو من الجميع قبل ما تعمل الخطوه دي وقبل ما تبعت الرساله دي تتاكد ان المحتوى بتاعك ما فيهوش اي شيء مخالف، يعني مثلا فيديو واخده من على قناه تانية، او موسيقى مش من حقك وعليها حقوق طبع ونشر وانت حاططها في فيديو عندك، او صوره. كل الحاجات دي يعني يجب عليك ان انت تراجعها كويس جدا جدا قبل ما تبعت الرساله دي لليوتيوب، عشان اليوتيوب لو راجع القناه بتاعتك واهتم بالرساله بتاعتك دي وراجع القناة بتاعتك لو لقى عليها اي مخالفة هيديك انذار اول. كل قناة في الدنيا
ليها 3 انذارات بالمخالفات، واحدة والتانية والتالتة. بعد كده اليوتيوب بيمسح لك قناتك دي نهائي، وبيمنعك ان انت من على الاي بي اللي انت داخل منه ان انت تفتح قناة تانية، تمام؟ فبتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا، فتركز كويس في النقطة دي قبل ما تبعت الرسالة، تمام؟ عشان ما اطولش عليكم، احنا خلاص كتبنا الرسالة. هاجي هنا في علامة سهم، هدوس عليها، تمام؟ احنا كده بعتنا الرسالة، وهنشوف دلوقتي اليوتيوب هيرد علينا. تبقى الرد في خلال 48 ساعة، تمام؟ فبنشوف اليوتيوب هيعمل معنا ايه، وهل المشكلة دي هتتحل ولا مش هتتحل. بس ده الحل السليم لمشكلة تجميد الساعات، ده الحد الامثل. انت بتتواصل مع اليوتيوب نفسه، فده بتبقى اسلم حل عشان تحل المشكلة بتاعتك دي. ده كان شرح النهاردة، وده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وناس كتير استفادت منه. ولو الفيديو عجبك ما تبخلش عليا بلايك وشير، عشان كل الناس اللي بتعاني من المشكلة دي تستفاد ان شاء الله. شكرا، واستنوا الشرحات تانية. سلام.